الأجازة المقدسة. إيه هي الأجازة المقدسة؟ وإحنا في الحلمية كل سنة لازم نطلع اسكندرية في الصيف، نقعد هناك شهر. كانت العيلة بتاعتنا، والدتي ووالدي وإخواتي الأربعة وإخواتي، إحنا كنا ستة كلنا، وخالتي الله يرحمهم كلهم يعني، وجوز خالتي اللي هو كان ابن عمتي، وولادهم هم خمسة. كنا كل سنة نروح اسكندرية في شاطئ اسمه سيدي بشر ونأجر شقة. أنا بس بتذكر الرحلة من القاهرة لإسكندرية اللي كانت بتاخد حوالي ساعتين بالقطر، وكان قطر يعني زي ما تقول يعني فيري سلو، يعني فيري يعني بطيء، كان سريع زي دلوقتي، لكن كان مريح جدا، سواء كان في الدرجة الثالثة أو في الثانية. طبعا احنا كنا بنقعد درجة أولى، يا ثانية يا ثالثة. وبعدين نوصل اسكندرية محطة السيد جابر، كنا بنقعد في شقة كبيرة جدا 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 من الشقق القديمة دي. وأتذكر إن كان إيجار الشهر ده في الوقت ده كان إما 10 جنيه أو 20 جنيه، مبلغ 10 جنيه ده كان مبلغ كبير جدا جدا جدا. كان عشان العائلات تفكر إنها تروح تقضي شهر في اسكندرية شهر كامل، بتعمل ميزانية تبتدي تقتصدها على طول العام، ممكن الميزانية تكون 70 جنيه 80 جنيه 90 جنيه عشان تصرفها وهي هناك، طبعا مواصلات والفسح والأكل إلى آخره إلى آخره إلى آخره. كنا بنقعد مع بعض كلنا، بيبقى في غرفة لوالدي ووالدتي، وغرفة لخالتي وجوز خالتي، وغرفة للبنات، وغرفة للإيه للشباب. والشباب كانوا ستة والبنات كانوا ثلاثة. كنا ننزل في الشاطئ بتاع سيدي بش، وننزل بقى مكان قدام مصطفى كامل، ونقعد إيه بالليل. وكانت ليالي اسكندرية ليالي جميلة جدا. بس من أجمل الأوقات اللي أنا فاكرها إن مرة طلع لي دمل كبير جدا، دمل يعني خراج كده، مش فاكر كان في دراعي أو في راسي، وما كنتش انا راضي ان انا يعني ايه ازيله. فاحنا قاعدين على الشاطئ في البلاش في اسكندريه، اخويا الكبير وابن خالتي الكبير كلهم يعني ايه مسكوني ويعني وكتفوني، وجيبنا ابن عمتي اللي هو جوز خالتي، قام فقع لي الدمل ده. فما كنت انا فاكر الموضوع ده ان انا قاعد بعيط واصوت واقول يا حبيبي يا دملي يا حبيبي يا دملي، وكانها اغنيه يعني، زعلان ان هم بيشيلوا لي الدمل بتاعي والخراج من 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 راسي في الوقت ده كله. الرحلة دي كانت تعتبر بالنسبة لنا يعني شيء احنا بنستناه كل سنة، عشان نشوف البحر، نقعد على البحر، نشوف الناس، ونتكلم مع ناس، ونسافر في القطر إلى آخره. دي برضك من الأشياء إن أنت لما تاخدوا أولادكم هم صغيرين في أشياء زي في رحلات زي كده، وخاصة لما يكون المجتمع الصغير اللي داخل الشقة هو عائلتين أو ثلاث عائلات أو في مخيم أو إلى آخره، بتؤثر تأثير إيجابي جدا 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 في شخصية الطفل وشخصية الطفلة. الرحلة المقدسة لا تنسوها، كان إيجار الشقة يا 10 جنيه يا 20 جنيه في الشهر. شكرا لمشاهدتكم الفيديو، وأتمنى أنكم تفعلوا الجرس وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. السلام عليكم ورحمة الله.